السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسؤال الثاني عافاك، حاجة بقى كان لي قيام الليل ودابا إلا عندي مثلا عندي عادة الشهرية، واش ممكن نوض غير في الليل ندير الاستغفار والدعاء بلا ما نصلي؟ أيها بنتي بإذن الله. أولا السؤال ديال 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 أنك عندك العادة الشهرية، وكونك أنك كتقومي بالليل وكتستغفر الله تعالى، هذا هو المطلوب. المرأة التي عندها مشكل في العادة الشهرية ليس معناها أنها تقطع صلتها مع ربها، وإنما قد تأخذ وقتا من الأوقات تذكر فيه الله عز وجل وتناجيه وتدعوه وتطلب منه ما تشاء. فالنساء الحيض لهن أن يقمن الليل، لكن ليس بالصلاة المعهودة التي فيها وضوء وركوع وسجود، وإنما يكون بالذكر والابتهال والاستغفار. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.